السلام عليكم. جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024. تذكير بالتوقيت وأيضا معلق المباراة والقنوات الناقلة للمباراة. مباريات قوية منتظرة مساء اليوم، منها مباراة المغرب ضد موريتانيا ومباراة منتخب مصر ضد كرواتيا وأيضا مباراة إسبانيا ضد البرازيل ومباراة منتخب تونس ضد نيوزيلندا، بالإضافة إلى منتخب الجزائري ضد المنتخب جنوب إفريقي ومباراة منتخب فرنسا ضد منتخب تشيلي. مباريات قوية. ندخل في التفاصيل ونبدأ بمباراة المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب الموريتاني، حيث أجري المنتخب الوطني المغربي مباراتين ودية. الأولى فاز فيها على منتخب أنغولا بإصابة واحدة لصفر، والمباراة الثانية تجرى مساء اليوم الثلاثاء، وتنطلق المباراة على الساعة 10 ليلا بالتوقيت المغربي. ومن المنتظر إن شاء الله نقل المباراة على قناة الريالية المغربية. أما بالنسبة لمعلق المباراة محمد العدلي، سيعلق على المباراة بكل حماس وتشويق. حد موفق لأسود الأطلس. نتحول الآن إلى نهائي كأس عاصمة مصر، منتخب مصر ضد منتخب كرواتيا. بعد فوز المنتخب المصري في المباراة الودية الأولى وفوز منتخب كرواتيا أيضا في المباراة الأولى، يلتقي منتخب مصر ضد منتخب كرواتيا في النهائي. المباراة تنقل على قنوات أونتين سبورت المفتوحة. بالنسبة لمعلق المباراة طارق الأدور، سيعلق على مباراة منتخب مصر ضد منتخب كرواتيا. المباراة تنطلق على الساعة 8 بالتوقيت المغربي، 10 بالتوقيت المصري. مباراة أخرى أيضا مباراة قوية منتظرة بين المنتخب البرازيلي ضد منتخب إسبانيا. مباراة ودية تنقل إن شاء الله المباراة على قنوات بإن سبورت. أما بالنسبة لمعلق مباراة منتخب إسبانيا ضد منتخب برازيل، حفيظ الدراجي سيعلق على المباراة بكل حماس وتشويق، وتنطلق المباراة على الساعة 8:30 بالتوقيت المغربي. نتحول الآن إلى مباراة منتخب الجزائر ضد منتخب جنوب أفريقيا. مباراة أيضا مباراة نهائي، ستلعب مباراة النهائي إن شاء الله على الأراضي الجزائرية، وتنطلق المباراة على الساعة 9 ليلا بالتوقيت المغربي والعاشرة بالتوقيت الجزائري. مباراة منقولة إن شاء الله على قناة الجيري سيس. أما بالنسبة لمعلق المباراة فلم يحدد بعد. وننتقل الآن إلى مباراة منتخب فرنسا ضد منتخب تشيلي. مباراة ودية ستلعب إن شاء الله على الساعة 8 ليلا بالتوقيت المغربي، وتنقل المباراة على قنوات بإن سبورت. أما بالنسبة لمعلق مباراة منتخب فرنسا ضد منتخب تشيلي، حسن العيداروس سيعلق على مباراة منتخب فرنسا ضد منتخب تشيلي. مباريات اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024، مباريات قوية منتظرة. هناك أيضا مباراة أشقاء تونسيين، منتخب تونس ضد منتخب نيوزيلندا. مباراة ودية منقولة إن شاء الله على قنوات أون تيم سبورت. بالنسبة لمعلق المباراة محمد الكواليني، سيعلق على مباراة منتخب تونس ضد منتخب نيوزيلندا. المباراة إن شاء الله تنطلق على الساعة 8 ليلا بالتوقيت المغربي والتاسعة بالتوقيت التونسي. حد موفق لجميع المنتخبات العربية، المغرب تونس الجزائر ومصر. إذن إلى هنا نقول لكم تقبل الله صيامكم وقيامكم، ورمضان مبارك سعيد إلى كل أشقاء العرب. إذن لا تنسى دعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة. دمتم في حفظ الله ورعايته، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير، وإلى الملتقى.